جمعية أم قاسم المرادية للعمل النسائي المشرفة على تسيير مركز متعدد الوظائف اللي كاين بمرجانة. اليوم تشرفنا بزيارة السيد العامل لتدشين هذا المركز اللي كيهتم بالنساء في وضعية صعبة والأمهات العازبات وكيدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم. هو هذا المركز كان ضرورة ومهمة جدا، وكان هذا العمل المشترك اللي هو بين الجمعية وبين التعاون الوطني وبين الجماعة اللي هي صاحبة الأرض، وكذلك التمويل والتجهيز ديالو كان من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة السيد العامل اللي شرفنا اليوم بالزيارة ديالو لتدشين هذا المركز اللي كيخدم خلال مدة سنة وكيقوم بهذه الأعمال هذه اللي كاينة اللي كتشوفوا كاملة. إجراء الأنشطة ديال المركز والخدمات ديال المركز، كاين الإيواء ديال النساء المعنفات والأمهات في وضعية صعبة، كاين الاستماع والمرافقة، الاستشارة القانونية والندوات التحسيس والمرافقة الطبية بالنسبة للأمهات العازبات كنرافقوها مني كتجي عندنا حتى كتولد. وبالنسبة للتمكين الاقتصادي كاين عندنا ثلاثة شعب، المعدل الإجمالي هذا هو الحصيلة ديال البرنامج كنديروا لهذوك النساء المعنفات والأمهات العازبات، التمكين الاقتصادي والاجتماعي باش ينخرطوا من جديد في المجتمع المتحدث.